السيد رئيس الحكومة، السيد الوزراء، السيد الكرام، غنسقي السيد الرئيس المعين مثل القطاع الاجتماعي كممثل للشراكة المحورية لجهة مراكش المغرب، وكنائب رئيس الشراكة المحورية بالمغرب. هذا القطاع هذا خدت المسؤولية ديالو من سنة 2012. هو جمعية تعني بخلق المقاولات وبالتالي خلق مناصب شغل. المسؤولية في المنبر نبغي نشكر بحرارة السيد العامل السابق لمدينة بنكير على طرحنا على الدعم الكبير ديالو اللي دعم في المنطقة لخلق المقاولات الصغرى والمناصب الشغل. وتنشكر بالتالي السيد عامل رحمنا الموالي اللي هو السيد سعد عزيز بن والسيد عامل الشيشوا اللي تا هو تيطلب منا باش اننا نفتحوا مكتب في الشيشوا. الفكره هي انه نقدموا للحكومه واحد المشروع ديال خلق واحد العدد كبير من المقاولات الصغرى على الاطار الوطني على الصعيد الوطني وبالتالي على صعيد جهه مراكش اسفي، وبالتالي خلق عدد مناصب الشغل. الجمعيه هي متواجده فرع من جمعيات المقاولات الدوليه واللي تخطط سنه 1985 ومتواجده في 10 دول. المغرب هو من الدول الثلاثه في افريقيا، وعندي عندي طموح كبير مع الرئيس الجديد للشبكه المقاولات في المغرب باش نخدموا مشروع الحكومه اللي دعمنا فيه، لان عندنا مصادر اللي تم اعتمدوا عليها ومعايير دوليه اللي تتمكن انه نشاركوا فيها المقاولين الكبار والمتوسطين اللي معروفين بالخبره ديالهم واللي هما اعضاء في مكاتب ديال المدن الكبرى متواجدين في المدن. والمشروع تيطمح باش نعطيو يد مساعده للشباب باش يخلقوا المشاريع ديالهم بمبالغ اللي تتوصل طلع 100,000 درهم لكل مقاوله على حسب عدد المساهمين في الشركه اللي يمكن يبدا من جوج ثلاثه اربعه الى اخره. لهذا سيد رئيس الحكومه نطلب منكم ان تعطونا فرصه باش نقدموا لكم هذا المشروع ان شاء الله في المستقبل الحاضر. ان شاء الله مرحبا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.